السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة اليوم راح نتكلم على فوائد سورة البقرة. سورة البقرة التي هي بركة عظيمة، قراءتها بركة ورحمة لقلب المؤمن ولبيته وأهله ورزقه وصحته وعافيته النفسية والجسدية. وصانا الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله أن قراءة سورة البقرة أن البقرة فيها بركة ولا يقدرها البطلة، لا يقدرها البطلة يعني لا يقدرها السحرة. فإذا قرأت سورة البقرة في البيت هرب منه الشيطان، خرجت منه الشياطين، انتهى عنه الحسد والمرض والبغض والحقد داخل الأسرة في حد ذاتها. وعليه أوصيكم وأوصي نفسي بقراءتها، فإنها تشفي العليل والله صدقوني. فأنا حاليا ومنذ فترة يعني تقريبا شهرين أمر بابتلاء شديد، ابتلاء عائلي شديد، يعني حاولت كل الطرق كيف الخروج من هذا الابتلاء بسلام، فلم أجد أحسن من سورة البقرة. قراءتها كل يوم تضفي على قلبي رحمة وسكينة وطمأنينة كل يوم، والحمد لله. يعني نقرأها في الليل، أقضي اليوم الموالي في راحة ورحمة، وحبست من هذه الدموع، كنت نبكي كثيرا، يعني الحمد لله سلمت أمري لله. فإن الله قادر على كل شيء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، هو الرزاق، هو الحنان، هو الكريم، هو الرحمن الرحيم. فلم أعد أبالي برزقي، المهم أن يكون قلبي طاهرا نقيا مليئا بحب الله، متوكلا عليه، مفوضا أمره إليه. نحمد الله ونشكره. اللهم اسكن في قلوبنا كتابك يا أرحم الراحمين، اللهم اسكن في قلوبنا القرآن، وطهر قلوبنا بالقرآن، وطهر أبصارنا بالقرآن، وفكرنا وتفكيرنا وممشانا وعلاقاتنا مع أهلنا ومع غيرنا يا أرحم الراحمين. بارك الله فيكم، ولا تنسوا قراءة سورة البقرة كل يوم، والله قسموها حتى ولو 100 آية وراء أذان المغرب وراء صلاة المغرب، ومئة آية وراء صلاة العشاء، والباقي قبل النوم. والإنسان يطهر نفسه ويطهر قلبه بسورة البقرة، فلتذهب الشياطين عن قلوبنا وبيوتنا وأفكارنا، وليبعد الله عنا كل حسد وكل عين رغبت لنا الشر. فالخير الخير الخير كله في سورة البقرة، اقرأوها. أتمنى أن تذكروني بها إن نسيتها، فاللهم لا تنسيني قراءتها ولا تعجزني عن قراءتها كل يوم. بارك الله فيكم، ولا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم سدد خطانا يا حي يا قيوم.